اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. ننتقل مع الزميل العزيز محمد طه من استاد اسوان ليخبرنا قبيل انطلاق هذه المباراه ما الجديد في هذه مباراه اسوان الاهلي. زميلي محمد، فضل. شكرا للزميل تامر صقر، وايضا شكرا لكل ضيوفك، والشكر موصول لكل مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان. من هذه المدينه الرائعه الجميله زهره الجنوب اسوان، والتي تستضيف هذه المواجهه مواجهه اسوان والاهلي في الاسبوع الثالث. خلينا نتكلم بشكل عام اولا عن مدينه اسوان واستعدادها الجميل في استقبال النادي الاهلي هنا. فالكل هنا من جماهير النادي الاهلي المتواجده في اسوان كان حريص على ان يكون خارج استاد اسوان أثناء الميران بالأمس واليوم أثناء وصول فريق النادي الأهلي. لو بدأنا بكواليس فريق أسوان، يمكن كابتن مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان اللي اتكلم وقال إن هو كان يتمنى أن تكون مواجهة الأهلي في الأسابيع المقبلة وليست في الأسابيع الأولى، لأنه شايف إن يعني خبرات لاعبيه ليست بالقدر الكافي إن هم يعني يتقابلوا مع فريق بحجم نادي الأهلي في البداية. كان مفروض يكتسبوا بعض الخبرة وبعض الثقة في النفس قبل مواجهة فريق الأهلي. بالأمس كان مفروض أن يتدرب فريق أسوان هنا على استاد أسوان، ولكن نظرا لبعض المتغيرات غير كابتن مجدي تمرينه في موعد المباراة في نادي أسوان بالقرب من استاد أسوان. أهم غيابات فريق أسوان في هذه المواجهة عبد الرحمن جبنة للغياب الفني. يمكن فريق الأهلي واللي وصل فجر يوم الجمعة وكان في تمرين خفيف اتدرب بالأمس هنا في استاد أسوان في موعد المباراة، كان في شكوى من مستر فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ من سوء أرضية استاد أسوان، ويمكن اتكلموا مع المسؤولين ومدير استاد أسوان عن ضرورة يعني إصلاح بعض العيوب في أرضية الملعب وقص نجيلة الملعب لمستوى أفضل من المستوى اللي كانت عليه في الميران بالأمس. بعد وصول الأهلي اليوم في الساعة 1:30، أول شيء عمله مستر فيرل قبل دخوله لغرفة الملابس إن هو نزل أرض الملعب بيعاين هو وجهازه الفني أرضية الملعب، والكابتن سيد عبد الحفيظ وضح عليهم جبعا الاستياء الكامل من أرضية الملعب وقال إنه ما تمش قصها والأرضية صعبة جدا وربما تأثر على حالة اللاعبين، ويتمنى إن ما يكونش فيه أي إصابات من هذه الأرضية. تم رش الملعب الآن بعد حديث بالكابتن سيد ومدير الاستاد مرة، وهيتم رشه أيضا مرة تانية بعد حوالي ربع ساعة من الآن. كابتن فايلر اتكلم مع لاعبيه وقال ان هذه الاجواء لسنا معتادين عليها، خاصه في الساعه 3 العصر ان نلعب في هذا التوقيت، ولكن قادرين على ان احنا نستكمل الاداء الجيد والنتائج الجيده التي نتميز بها في الفتره الاخيره. اخيرا خليني اقول لك ان ارقامهم مع بعض الفريقين 18 مواجهه، دايما الاهلي يتغلب 17 مواجهه وفوز وحيد في اسوان، يمكن كان سنه 98 الاهلي احرز 38 هدف سجله في شباك اسوان بينما اسوان فقط 7 أهداف. درجة الحرارة في هذه اللحظة اللي بتكلم حضرتك فيها يمكن حوالي 43 درجة مئوية، الحرارة مرتفعة جدا والرطوبة عالية جدا، أيضا هتكون عامل مهم جدا قد يؤثر بالسلب على أداء الفريقين. هيكون في دقيقة حداد قبل بداية المباراة على والدي كل من الكابتن جمال الغندور والكابتن سيد معوض. دي كانت إطلالة الآن من ملعب استاد أسوان قبل بداية اللقاء الأهلي وأسوان. تعود الكلمة إليك تامر، تفضل.